أبدأ وأقول فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، سمو الشيخ حاكم إمارة الخيمة رأس الخيمة، سيدات فضليات السادة الأفاضل، واسمحوا لي كذلك أن أعبر عن عميق شكري للقائمين على تنظيم هذا المنتدى الرائد، إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية ووفق مقارنة رابح. ويفعلها عمجد، حشكم مجددا متابعينا الكرام، الذي تحول الى مسخرة في منتدى سان بيترسبرغ في روسيا، المنتدى الاقتصادي الروسي. كما شاهدتم متابعينا الكرام، خونا شده الرعدة، كيتمتم في الكلام وكيتلعثم في الكلام، ما عرف صراحة شنو غادي يقول، والسكوت يعني السكوت ديالو اكثر من الكلمات اللي قالها. راكم شفتوا هاد المشاهد، وهذا ان دل على شيء متابعينا الكرام فهو يدل على ان هاد خونا هذا ما عرف صراحة واش كيدير. مصيبة كحلة طاحت على حضيرة الجزائر، يعني من أكبر المصائب اللي طاحت على حضيرة الجزائر هو دخون هذا عمجد حشكم. من يوصل إلى روسيا وهو في الفضائح، من يوصل خصوصا يوم أمس فاش قال لهم بأن صون الاستقلال ديال حضيرة الجزائر مرتبط بروسيا، والله روسيا هي التي تصون الاستقلال ديال حضيرة الجزائر، ويستنجد بروسيا في تدخل عسكري لحماية حضيرة الجزائر، وهذه المسألة تكلمنا عنها يوم أمس. لكن هذه المشاهد متابعينا الكرام أنا عجبتني بزاف، هذه المشاهد ديال المنتدى سان بيترسبرغ هي كتعطينا صورة على نظام حضارة الجزائر، ذلك الكيان الهش، دائما ما أصفه بالكيان الهش، وها هو الكيان الهش يتجسد لنا في صورة عمجد حشكم، وهو غير قادر على الكلام، وهو يتلعثم في الكلام، وهو غير قادر على صياغة جملة مفيدة، وهو غير قادر على صياغة الأفكار اللي بغي يتكلم عليها، وخا هو كيقرأ من الورقة ما عرفش راسو كيفاش غادي يتكلم، ما عرفش راسو كيفاش غادي يتكلم. وشفتوا النظرات ديال بوتين وهو كيشوف عمجد حشكم كيقول هذه المصيبة، اش كيقول دابا هاد الكارثه الكحلاش، كيقول دابا شنو كيتلعثم في هذا الكلام. وشفتوا الحضور بطبيعه الحال حتى هما ما فاهمين والو من هذا الكلام اللي كيتكلم فيه، يعني كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وراه دائما كنقول لكم متابعينا الكرام، هذا الكيان هو كيان هش، كيان ديال الفضائح، كيان ديال التمسخير، كيان كوميدي مضحك غبي على جميع المستويات، وهذا الغباء ديالهم بطبيعة الحال هو اللي كيخدمنا، لأن الغباء اللي شفناه يوم أمس في الكلمة ديال عمجد حشكم في اللقاء الأول اللي جمعوا بالرئيس الروسي بوتين، يلخص لنا كل شيء. أعطانينا واحد الهدية يوم أمس، هدية بكل ما تعمل الكلمة من معنى، بالتصريحات ديالو الغبية. هادشي اللي كنقول لكم، نجاور نظام عادو ولكن غبي، والغباء ديالهم هو اللي كيخدمنا دائما، والكوارث غادي نزلوا على نظام حضارات الجزائر بسبب التصريحات ديال عمجد حشكم يوم امس، لانها تصريحات خطيره جدا وغبيه ولا مسؤوله، لانه ما كاينش حد عاقل غادي يخرج بديك التصريحات ديال يوم امس. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.